نشكرك أحمد على المعلومات الاقتصادية، ومشاهدينا بنكمل معاك وهذا الصباح وبعد حوار، يعني حوار ذو طبيعة خاصة بالضبط. الحوار الأخير في حلقة اليوم من هذا الصباح ذو طبيعة خاصة لأنه يتعلق بأحداث وأيضا أنشطة وأعمال ذي طبيعة خاصة. مراسلنا في قطاع غزة عمر بشير، تعودنا أن نلتقي معه عبر شاشة النيل من خلال تقاريره وتغطياته المختلفة، سواء التقارير الحية أو التغطيات الحية أو عبر سكايب أو عبر الهاتف. نقل لنا الصورة كاملة خلال أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يعني نرجو ألا يعود مرة أخرى. الشعب الفلسطيني بدأ الآن يعني يعيد بناء الأرض، والإنسان يعيد يعني العمل على التئام الجراح مرة أخرى. لكن عمر بشير خلال هذه الأيام كان يعاني الكثير، كما يعاني كافة الزملاء الذين يعملون بالعمل الصحفي والتلفزيوني من المراسلين والمذيعين والصحفيين في الأراضي الفلسطينية. بنرحب بضيفنا في الاستوديو عمر بشير، او زميلنا عمر بشير مراسل قناة النيل في قطاع غزة. اهلا بحضرتك يا عمر. اهلا بك. نورتنا ونورت مصر. ربنا يخليك. احنا الحقيقة مش عارفين نبدأ منين، هنسيب لك انت البداية. عايزين نتكلم عن كل هذه الايام التي يعني عانيت فيها الكثير انت وزملائك. طبعا انت كنت بتعمل مع فريق تصوير وفريق من الزملاء في المكتب في قطاع غزة، تنقلت خلال أغلبهم حاليا في مصر على فكرة، موجودين معنا في مصر. طبعا لهم التحية كلهم، اللي كانوا وراء الكاميرا واللي كانوا أمام الكاميرا. خلينا نبدأ بوصف سريع عن الأيام الخمسين، يعني أو الأيام يعني غير المضيئة للأسف اللي كانت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. المعاناة كان شكلها إيه؟ هي طبعا لا توصف بكلمات. الفترة الطويلة اللي عاشها قطاع غزة خلال العدوان، يعني ممكن هو في مثل محلي عن فلسطين أنه تتذكر ولا تنعاد، يعني ممكن نتذكرها ونحكي عنها لكن ده يا رب ما تنعاد أبدا. يا رب إن شاء الله. يعني هي طبعا فترة زي ما قلت لك صعبة جدا لأبعد حد، يعني كل الزملاء في المكتب مقيمين، خلية عمل في المكتب موجودين، انك تروح على البيت امر يعني شبه مستحيل. كنا نبات في المكتب لانه الحدث مستمر. يعني مش هو حيبدأ الساعة 8 وينتهي الساعة 3، لا. يتصاعد في الليل، ممكن يهدى شوية يرجع مع الفجر يكون اعنف، زي ما حصل في مجزرة الشجاعية، يعني بعد السحور مباشرة حالة جنون إسرائيلي وقصف عشوائي لمنطقة الشجاعية والمجزرة المعروفة. فترة الصباح في خان يونس في خزاعة، كانت مجزرة خزاعة في خان يونس، بالتالي أنه كانت الـ 24 ساعة مليئة بالدم الفلسطيني لإسرائيل، كانت تسفكه بشكل مباشر. ما نقل على الشاشات عبر وسائل الإعلام في رأيي الشخصي لا يتعدى 1% عن الحقيقة. يعني في قصص ولدت ودفنت خلف الكاميرات، احنا لم نوصل، ما حدش وصل لها. يعني اكيد بشاعة الصورة ما بنقدرش دايما ننقلها للمشاهدين، يعني فدي حقيقة فعلا. لكن يعني انتوا اللي بتشوفوا الصورة من موقع الحدث نفسه، فاكيد في الخمسين يوم دول وحصيلة الألفين قتيل أو 2157 أصبحوا اليوم 2157 شهيد فلسطيني، اكيد انت عشت فعلا زي ما بتقول قصص انسانيه كتيره ما حدش سمع عنها. اغتيال حلم الطفل الفلسطيني، اغتيال امومه الفلسطينيات، يعني كل ده يعني انت اكيد في عائلات عشته. يعني مش فاكر الرقم طبعاً، بس اعتقد اكثر من 70 عائله بالضبط، عائلات باكملها طبعا المدني. يعني الام والاب والابناء. بتذكر في تقرير اشتغلته للقناه، طفل دار بتجبر اعتقد، يعني هو الناجي الوحيد من عيلته، هو طبعا محروق حروق من الدرجه الاولى، يعني حروق صعب. فهو كان في المستشفى، عملت الانترفيو مع الست الموجوده معه، فهذه الست يعني اصبحت اقرب المقربين، وهي يعني علاقتها فيه هي بنت عم والده.
انت متخيل اقرب المقربين اصبحت بنت عم والده. والده عمره قد ايه؟ طفل يعني كان ده توفى. لا هو نقل العلاج في الخارج اعتقد في دوله بره. كانت حالته انا فاكر صعبة. كانت حالته صعبه جدا يعني. هو كان هو على السرير ما بيتحركش وبس بيفتح عينيه وبيغمضه وكله محروق. والده هو هو الوحيد اللي كان برضه ناجي معه، لكن والده يعني بترت قدمه تنتين وكان هو نقل العلاج بره. هذا الطفل بقى في المستشفى حوالي 3 ايام زي ما قالوا للدكاتره دون ان يتعرف عليه اي حد، لانه هو وصل بس ما فيش حد تعرف عليه. فوين لما عرفوا انه اسمه كذا يامن، ايوه اسمه يامن هو الطفل. وكانت الست موجوده. فهي قصص يعني قصه من قصص ما لهاش بدايه يعني. انه اول امراه كانت حامل وهو مع القصف طبعا استشهدت هي، فنزل البيبي في اخر ايامه ونزل طيب يوم او طفله هي يوم يومين واستشهدت برضه توفت. ف يعني انا مش عايزه انه أستاذة حنان لا أنا معاك يعني ما فيش هي قصص يومية للأسف، لكن طبعا تبقى يعني أنه مش عايز أقولك أنه تاريخ يعني أنه مشرف، لكن هي يعني يعني تكتب في التاريخ للنضال الفلسطيني الطويل لا ينتهي إلا بانتهاء الاحتلال إن شاء الله يكون قريب. يعني محدش معنى الدم يسفك والعائلات، لكن تبقى يعني أنه زي ما الكل بيحكي في غزة سيناريو 48 انه احنا نخرج من ارضنا ونهرب تحت وابل الرصاص الاسرائيلي لن يتكرر. يا اما بنضل عايشين في البلد او يعني بنموت في هذا البلد، لكن نطلع منها لا. كنتوا في خلال العمل يعني معروف ان كل العمل انتوا بتعملوه سواء في المكتب او تحركتوا في الشوارع او غيره كان رغم الحصار الاسرائيلي والقصف المستمر وايضا التضييق حتى في استخدام وسائل نقل الخبر لينا، ازاي كنتوا بتتغلبوا على كل المعاناة وكل القيود الإسرائيلية سواء القيود الإسرائيلية أو القيود اللي بيفرضها الحدث نفسه؟ أول شيء يعني ربنا بيسهل. يعني مشكلة الكهرباء في غزة اللي تضاعفت مع العدوان والحرب بشكل كبير أثرت على الاتصالات. فطبعا الاتصالات شيء أساسي مهم في أي تواصل لمراسل مع قناته، مش بس في الرسالة اللي حتوصل، حتى في الرسائل الفون أو اللايف. فمشكلة والكهرباء فكانت يعني كتير لقنوات أخرى أنه مشاكل في اللايف. أنت شغال عماتور مولد فجأة يعني صار في مشكل فطفى يعني ما فيش كهرباء. الاتصالات برضو تأثر، فبالتالي العمل تأثر. لكن ما نقل من معلومات يعني بعض يعني صحيح أنها لم تكن زي ما قلت لك في الأول أنها يعني نسبة قليلة عن الحقيقة المؤلمة في غزة، لكن في النهاية أعتقد أنها نجحت في إيصال صورة المعاناة. وكان واضح من تحركات الشوارع العربية والأجنبية التعاطف مع غزة والتضامن بأن الجريمة الإسرائيلية واضحة. يعني في آخر الأيام لما أبراج سكنية كاملة تسوى بالأرض في قصف إسرائيل، ما فيش أي مبرر ولا أي قانون ممكن يعني يفسر الإقامة بإسرائيل. إسرائيل لما تتذرع بانه والله في شقه في برج فيها مستهدف، طب يصير الشقه اللي فيها المستهدف تنزل عماره فيها حوالي 80 او 100 شقه سكنيه، يعني حي تقريبا حي في غزه لكن في برج سكني سوي بالارض. يعني هي برضه مجزره لا تقل عن المجازر الاسرائيليه ارتكبتها في الشجاعيه وخزاعه والشمال عطاطره وبيت حانون وبيت لاهية. يعني كان وين ما تروح في غزه وين ما تتحرك، والتحرك كان صعب جدا، في قصص وفي معاناه انسانيه. موضوع التحرك تحديدا يعني احنا المكان اللي فيه في غزه قناه النيل وعدد من القنوات مش بعيد عن مستشفى الشفاء في غزه. يعني وكان دايما بيتعرض للقصف مستشفى الشفاء وما حولها. لا المستشفى تحديدا لم يتعرض للقصف، لكن يعني الاسرائيليين كانوا في اخر الايام ليهم اسلوب. طبعا الاتصال كان موجود من اول يوم في الحرب انه البيت الفلاني لازم يتم اخلاءه حيتعرض للقصف. اصبح المستوطنين وسكان اسرائيل يتصلوا على المستشفيات من نوع انه يعرف انه يعني التنكيد او زياده التخويف. يتصل على المستشفى حيقصف. وطلعنا في اكثر من موضوع انه مستشفى او فندق هدد بالقصف، فعلا هو يتلقى اتصال، لكن يتلقى اتصال من مواطن اسرائيلي عايش ومبسوط في حياته، هو جاب من الدليل التليفون بتاع الاوتيل ولا التليفون الخاص بالمستشفى واتصل انه انا معاك الجيش الاسرائيلي واخلي المستشفى. انت مضطر تتعامل مع هذا الاتصال انه حقيقه اعتباره طبعا. فيتم اخلاء هذا المكان. وانت متخيل المستشفى يتم اخلاءه وقسم طب في مرضى وين بدهم يروحوا يعني في النهايه.
فهي ممكن تكون حالات خطرة لو هم أساسا يعني تم إخلاءهم، ممكن هم نفسهم يكونوا ماتوا يعني. وخاصة أنه في مستشفيات قصفت، يعني في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع قصف أكثر من مرة، تعرض لقذائف إسرائيلية. مستشفى في الشجاعية دمر بالكامل، يعني ما كانش في حرمة لأي شيء في غزة. يعني إسرائيل يعني انتهكت كل القوانين والأعراف، يسيد مش الدولية، الإنسانية، العرف الإنساني كبشر. يعني هو يعني واضح من صور انه في اطفال ونساء وشباب، يعني كمان شباب لكن مدنيين، كان بيتم استهدافهم بشكل مباشر في بيوتهم، والقصص يعني كانت واضحه بالكاميرا. موضوع التنقل، انه انا فاكر يوم ما اعلنت المقاومه انها اسرت جندي اسرائيلي، فغزه اختلفت كليا. كان في الليل وساعه تقريبا بالنسبه لغزه في ظل الحرب متاخر، يعني بعد الساعه 9 بالليل انه ما فيش اي حركه خالص. فكان في احتفالات حتى في الايام الاولى، يعني في الاسابيع الاولى تقريبا مع بدايه العدوان البري، بدايه العدوان يعني بعد اسبوعين لما بدوا بر اليهود، فحصل الخطف الجندي. فالمقاومه طلعت في الخطاب، وهو اول ما تحدث المتحدث المقاومه عن موضوع الخطف، غزه اختلفت، يعني كانت يعني وصفناها انه كانها صارت اجواء العيد اللي لم ياتي على غزه، او اجواء من رمضان في الليل، يعني تكبيرات في الليل وانه في شيء حصل. فبالتالي احنا مضطرين نطلع من المكان اللي احنا فيه، نروح للشفا. طبعا هذه خطيره جدا، خاصه انه اليهود اصبحوا يعني انه مشدودين، انه في عندهم طبعًا جندي ماسور، فممكن يصبح القصف رد فعل قوي جدا طبعًا. واحنا مضطرين نروح على الشفا لانه فيها اهالي شهداء الشجاعيه اللي استقروا في الشفا وعملوا خيام هناك وبيحتفلوا. فعلا نزلت انا والمصور والبروديوسر والسواق اللي معنا وبنتشاهد، ما عنده المسافة اللي تتعدى الخمس دقائق وانت في قلب المدينة، لكن ما فيش أمان، يعني ساعة متأخرة بالليل يعني. طلعنا على المستشفى وصورنا ورجعنا كمان الرجوع في ساعة متأخرة أكتر، يعني أعتقد رجعنا على المكتب بعد الساعة 12 بالليل. فيعني ما فيش ولا سيارة ولا بني آدم ولا أي ولا ضوء، يعني ما فيش كهرب في التالي. فأنت عايش في رعب، ماشي في رعب في شوارع المدينة اللي كانت يعني فيها حياة، تصبح ماشي فيها في رعب. السبب أنه في حرب إسرائيلية، في عدوان إسرائيلي، في انت مقتنع انه فيها همجية إسرائيلية لا تفرق بين المدني وبين المقاومة. كان دايما انت بتنقل لنا الصورة، العدوان لم يقتصر على الشعب الفلسطيني او المنشآت الفلسطينية، بل امتد ل يعني مدارس الأنروا، غوث وتشغيل اللاجئين، حاجات دولية. وكان حتى بعض المسؤولين من الأنروا بيستغيثوا، ولكن المجتمع الدولي في ثبات عميق. يعني هل كان في نوع من التنسيق بينكم؟ هل كان في الأنروا أي نوع من الجهود كانوا بيقوم بيها، سواء لتسهيل العمل بالنسبة للصحفيين أو التغطية للصورة الحقيقية في الأراضي الفلسطينية في غزة؟ شوف يعني الأنروا والصليب الأحمر الدولي في غزة، كل المؤسسات كانت متعاونة بشكل كبير جدا مع الصحفيين، حتى الصحفيين الأجانب يعني بالعشرات وصلوا لغزة من أول يوم من الحرب. وكان في مستشفى الشفاء في خيم للصحفيين وانترنت مجاني متاح، يعني كانت الخدمات مجانية للصحفيين وتعاون لأبعد حد لإيصال الحقيقة. لكن في النهاية الحدث يعني كبير جدا اللي حصل، يعني حتى موضوع القصف المدارس، وممكن ترجع ل 2012 العدوان 2012 إسرائيل برضو استهدفت مدرسة وقصفتها. في العدوان الأول 2008-2009 برضو إسرائيل استهدفت مدارس الأنروا. فهي يعني من امن العقاب من امن العقاب اساء الادب. فاسرائيل عارفه انه ما حدش هيعاقبها، ما هي متاكده، فكانت تضرب مدارس. اول ضرب للمدرسه كان الأنروا، يعني ما كانش في تصريح واضح من الأنروا، لكن لما تكرر الموضوع وصار في مطالبات ومطالبه للأنروا انها يعني كمؤسسه دوليه ويعني متابعه الامم المتحده انه لازم يكون لك موقف، فعلا خرج تصريح انه هذا استهداف مباشر وغير مبرر والى اخره وجريمه ويطالب التحقيق. لكن المشكلة انه بعد ما ينتهي العدوان ما فيش اي تحقيق مستمر ممكن لدين اسرائيل. تحس انه يعني بالحقيقة المرة انه لا، هي نفوذها كدولة نفوذها يعني وصل لابعد الحدود وتستطيع ان تخرج من الجرائم اللي بترتكبها. احنا بنضل ماسكين شعار انه الجرائم يعني لا تسقط بالتقادم، وان شاء الله يعني يكون في يوم اهالي الشهداء يحصلوا على تعويض مناسب
الى حد ما في يعني في مشاهده المجرمين وراء القضبان ان شاء الله، يعني هذا اللي بنتمناه جميعا. عمر، زي ما بتقول يمكن الوحشيه الاسرائيليه بتحس انها فوق اي قوانين انسانيه، فوق القانون العالمي، فوق اي قوانين انسانيه. من هنا وانت في موقف في موقع الحدث، يعني ازاي شفت تناول مؤسسات الاعلام الغربيه للحرب الخمسين يوم، ومن الجانب الاخر لمست ردة الفعل الغزاوية أو الفلسطينيين على الموقف المصري برضو إزاي؟ شوفي، هي كل ممكن ليها طبعا نطاق واسع من الحرية، لكن في حد أعلى، لكن في قنوات كانت مخالفة هذا النهج، يعني لها توجهات معينة. في قناة أمريكية كانت تصور عائلات نازحة من إحدى الأماكن المدمرة وزعتها المذيع على الهواء، وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي في الفتره الزمن اللي احنا بنعيشه فتوصل المعلومه بسرعه. فالمذيعه في الاستوديو نقلت صوره النزوح. دي قناه هي مش ولا انت مش فاكر؟ مش فاكر تحديدا يعني مش عايز اقول اسم قناه، يعني مفيش داعي نقول اسمها، بس هي امريكيه، هي قناه امريكيه. فنقلت انه هذه العائله النازحه عائله اسرائيليه من احدى المستوطنات نتيجه صواريخ المقاومه الفلسطينيه اللي بتنزل على اسرائيل. فالخبر شوف كيف اختلف 180 درجه. طبعا بعد محاسبات موقع التواصل الاجتماعي والفضايح اعتذرت، لا انه هذا خطا وغير مقصود، يعني بالعكس ودي اسره يعني فلسطينيه، يعني هي عائله فلسطينيه نازحه من اللي بيحصل. ففي النهايه الحقيقه صح، يعني الكاميرا بتصور الحدث، لكن في النهايه ممكن يعني الحدث يتم تناوله من زاويه بالزبط، ويختلف كل الحقيقه تبعته حسب ميول هذه القنوات. لكن معظم القنوات اللي كانت موجوده في غزه فتره الحرب كان واضح، معظم القنوات حتى بعض القنوات الغربيه صحيح بتنقل مش بنسبه يعني 100% مع الشعب الفلسطيني. يعني انا كمراسل فلسطيني لا، انا صحيح بشتغل بالمهنيه، ولكن انا متعاطف مع الشعب، مع شعبي ومع حقيقه اللي بنعيش، وبرضه المراسلين العرب للقنوات، لكن برضه في القنوات الاجنبيه لما تنقل الحقيقه كافيه بايصال انه هي في معاناه فلسطينيه فعلا موجوده. طيب عمر، اخيرا يعني حاليا بعد ان وضعت الحرب اوزارها، كيف يعيش الفلسطينيون، وكيف ترى المحاولات للعودة إلى الحياة الطبيعية في ظل يعني السلام إن شاء الله؟ هي كثرة الحروب على غزة يمكن بتخلي المواطن سريع التأقلم، لكن في النهاية العدوان الأخير لا يوصف، يعني 51 يوم من القصف الإسرائيلي الغير مسبوق على غزة، تتحدث عن تلت مدينة، تلت قطاع غزة دمر كبيوت كمؤسسات، ناس اكثر من 2000 شهيد. يعني الموضوع مش سهل، مش زي العدوان الاول او الثاني رغم بشاعتهم، هذا العدوان كان الاصعب. بتضل انه احنا مقتنعين انه في عزيمه عند المواطن الفلسطيني انه حينهض، لكن زي ما المواطن صمد، برايي وراي كل الشعب الفلسطيني او معظم الشعب الفلسطيني انه لازم يكون في احتضان من القياده او من الفصائل، الكل يحتضن الناس اللي هم احتضنوهم خلال فتره الحرب. اليوم في ناس موجوده في خيام، في ناس موجوده في مدارس ايواء، لازم يتم تعويضهم بشكل عاجل. للاسف لليوم ما حصل اي شيء ملموس، لكن نتمنى في القريب العاجل انه يرجعوا الى بيوت مؤقته الى حين بناء بيوت لهم. العزيمه الفلسطينيه، يعني انت بتنقل لنا الصوره الحقيقه، لكن اكيد في حاجات كده ما تتنقلش من الصوره. يعني ازاي بتلمس عزيمه الشعب الفلسطيني ل يعني إعادة البناء رغم أن الجرح غائر فعلا في النفوس قبل ما يكون في الأجسام؟ هي بتختلف من حالة لحالة حسب يعني فظاعة الظرف اللي عاشته الأسرة. يعني اللي فقد بيته وأرضه وكل عيلته تحس أنه الأفق عنده أصبح خلاص مغلق، أنه ما فيش فايدة من الحياة. لا، وفي ناس مختلف، لا أنه لا أنا حبني وحرجع. يعني في عائلة برضو اشتغلنا عنهم في خان يونس التقرير، ماتوا كل عيلته، ضل هو وأخوه، كل العيله مرته وامه وابوه واولاده في يوم واحد، يعني طاروا ساعه السحور زي ما قالوا انه صاروخ، كلهم طاروا. يعني جثث الزوجه كانت في بيت ثاني موجوده. فهو بيقول لك انه لا انا حعيش، حبني بيتي وحتزوج وحخلف. يعني تحس من هنا انه في عزيمه لسه موجوده، وهي الدرجه الاكبر. لكن بالنهايه مقتنعين انه هذا الكلام حقيقه، لكن محتاج مساعده طبعا. بده يتزوج اليوم، انتصر في الشارع وفيش اي حدا ممكن يساعده، فهذا محتاج فعلا المساعدة. هو كلامه ممتاز ولكن محتاج الى دعم.
دعم من الحكومة، من السلطة الوطنية الفلسطينية، من الفصائل. عمر، سريعا وبشكل شخصي سريع وبصراحة، عدت عليك لحظة إذا كنت في حرب الخمسين أو في أي موقف تاني صعب وتمنيت أن أنت تبعد عن مهنة البحث عن المتاعب دي وشغلة الصحفي المراسل؟ آه طبعا أكيد. أنا كنت يعني مع زملائي أكيد تعرضت للموت كتير. والله كنا نتشاهد أكثر من مرة، يعني نحن نعمل دعاية لنفسنا بس يعني كان حقيقة يعني أكثر من مرة نتشاهد، لأنه كان القصف ملاصق، تتوقع أنه أنت في أي لحظة وأنت ماشي في السيارة ممكن في لحظة صاروخ يصل عليك. بنشوف دائما قصفه يعني. طبعا أقول لك حقيقة، يعني أنه هذه نفسيات أصبحت ممكن عند كل هالغزة. أنا لما جيت على مصر طبعا لما بسمع صوت الطيارة، طيارة عادة تسافر، أتوقع ممكن تقصف أي لحظة، هي طيارة مدنية مثل الركاب، بس خلاص الواحد صوت طبعا. الطيارة صار طبعا. مرعب يعني طبعا. فهي النفسية صارت صعبة جدا يعني. والله أنا أكثر وأنا مع الزملاء مراسلين المحطة الثانية كنا نحكي مع بعض أنه أنا إيش اللي خلاني أدرس هيك وأشتغل هيك، كان اشتغلت مدرس أو دكتور أو بس برضه مش هترتاح في غزة، لا مدرس ولا دكتور في ظل العدوان اللي بيطال كل شيء في غزة. لكن ما زلت مصمم على الاستمرار؟ أه طبعا. شكرا جزيلا عمر بشير مراسل قناة النيل في قطاع غزة، شكرا لك، نرجو لك دائما السلامة ولفريق العمل دائما، ويعني السلام والأمن لأهل فلسطين. شكرا عمر. عمر بنشكرك ويوم سعيد إن شاء الله وترجع بالسلامة إن شاء الله، وبنشكركم مشاهدينا على متابعتنا النهاردة، نتمنى لكم يوم سعيد وويك إند سعيد وكل سنة وحضراتكم طيبين، والنهاردة انطلاق أولى رحلات الحج للأراضي المقدسة، كل سنة وحضراتكم طيبين وكلنا إن شاء الله يعني كل من يتمنى إنه يحج إن شاء الله فيها. بكرة إن شاء الله الساعة 8 هذا الصباح لقاء جديد وفريق عمل جديد، إلى اللقاء.